إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة في هذه القناة. الحلقة ديال موضوعنا غنتكلم على طريقة تقديم دود القبابي لطيورنا، راه هي وجبة مهمة لما تحتوي عليه من بروتين حيواني. هذا الدود ضروري كنولفوهم من الصغر ياكلوه. كما تعلمون الإخوان، الدود هذا ينقسم إلى قسمين، دود حي ودود مجفف. هانتوما الإخوان، هذا كنديرو في الماء، كنديرو عليه الماء سخون وكيولي لنا بحال هكا، وكنقدموه ليهم. وجبة سهلة وغنية بالبروتين.